اقتصادية منفصلة من شاشة أمين، مرحبا بكم. بدأت القمة الاستثنائية لقادة الدول وحكومات الاتحاد الافريقي في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا احتفالا بالذكرى 50 لتأسيس منظمة الوحدة الافريقية للاتحاد الافريقي بمشاركة الرئيس محمد مرسي. كان الرئيس مرسي قد دعا خلال اعمال الدورة 29 للجنة توجيه نيباد الى اجراء مراجعة شاملة لمسيرة المشاركة في القارة الافريقية، مما يتيح تبني سياسات جديدة وفعالة تحقق المصالح الإفريقية بما يدعم مسيرة التعاون المستقبلي، كما دعا إلى توسيع دائرة التعاون بين دول الجنوب والاستفادة من الخبرات الناجحة لدول صديقة في آسيا وأمريكا اللاتينية. كما أكد الرئيس مرسي على التزام مصر ببذل كل الجهود لتعزيز التضامن الإفريقي وتحقيق التكامل الإقليمي. من جانبه أكد سفير إيهاب فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن قضية مياه النيل تتصدر أولويات الرئيس محمد مرسي خلال زيارتها التي يقوم بها حاليا إلى إثيوبيا. وأوضح فهمي أن الرئيس سيبحث قضية المياه مع المسؤولين الإثيوبيين وزعماء الأفارقة المشاركين في القمة، فضلا عن بحث كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية لمواجهة التحديات التي تشهدها القارة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من أديس أبابا موفد التلفزيون المصري عصام التيجي. عصام، ما هي الموضوعات الاقتصادية المطروحة على أجندة أعمال القمة؟ الحقيقة هناك موضوعات عديدة تمت مناقشتها اليوم في اجتماع رؤساء الدول والحكومات لمبادرة النداد، وأيضا القمة الإفريقية الاستثنائية التي عقدت اليوم في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية. يمكن السيد الرئيس محمد مرسي طرح موضوعات عديدة في هذه الجلسة تتعلق ب يعني هناك دعوة لإنشاء أو عقد قمة اقتصادية تعقد في العام الحالي هنا في القاهرة أو في القاهرة تحت عنوان الوحدة الإفريقية الشاملة والنهضة الإفريقية. الحقيقة الرئيس محمد مرسي يحمل ملفات عديدة في هذه القمة، منها التنمية في إفريقيا والتعاون الإفريقي والسوق الإفريقية المشتركة وإقامة البنية التحتية للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي. يمكن أيضا هناك خمسة يمكن أعمدة تعتمد عليها خطط الاتحاد الإفريقي الاستراتيجية خلال المرحلة القادمة بإذن الله، باعتبار أننا بنحتفل بالذكرى 50 وهم يضعوا أيضا يعني مؤشرات لل 50 عاما القادمة تتعلق بالسلم والأمن في والتنمية الإنسانية والاجتماعية في القارة الإفريقية، أيضا التعاون والتكامل والشراكة والقمم المشتركة، وأخيرا الاتصال وبناء الخبرات والمؤسسات. يمكن الحقيقة لقاء الرئيس محمد مرسي اليوم في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا كانت لقاءات جادة ومهمة، يعني عقد اجتماع مهم مع مبادرة النداد. في هذه الاجتماع دعا الرئيس محمد مرسي إلى مراجعة شاملة لمسيرة المشاركة في التنمية للقارة الإفريقية، وطالب بتوسيع دائرة التعاون بين دول الجنوب والاستفادة من تجارب الدول الصديقة في آسيا وأمريكا اللاتينية. نعم، عصام التيجي موفد التلفزيون المصري إلى أديس أبابا، شكرا جزيلا لك. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام خنديل وسفير تركيا مراسم توقيع عقد تورد بمقتضى أنقرة 150 سيارة لجامع القمامة كمنحة لمصر. من جانبه قال وزير التنمية المحلية محمد علي بشر إن السيارات سيتم توريدها الأسبوع الجاري، مشيرا إلى تخصيص 100 سيارة لمحافظة القاهرة و30 للجيزة و20 للأسكندرية. أعلنت السلطات في مطار القاهرة الدولي تعليق قرار سابق بإغلاق جزئي لمطار القاهرة الدولي ليلا، وهو القرار الذي كان سينفذ اعتبارا من يونيو القادم. من جانبه قال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المسؤول عن إدارة المطارات في مصر أن الفكرة ما زالت تحت الدراسة ولم يتم الاستقرار عليها ولن يتم تنفيذها إلا بعد استيفاء كل الشروط التي لا تؤثر سلبا على الركاب وشركات الطيران. كانت سلطات مطار القاهرة الدولي قد أعلنت في إبريل قرارا إغلاق معظم مدرجات المطار خلال الليل بسبب انخفاض عدد الرحلات القادمة ولتوفير الكهرباء، وهو ما كان سينفذ بدءا من الأول من يونيو القادم. قال العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة طارق عبد الباري إن شركته سترد للمساهمين ضريبة أرباح استحواذ بنك قطر الوطني على الأهلي سوسيتي مصر غدا، وذلك بعد إلغاء القانون الخاص بالضرائب على أرباح الاستحواذ. كان القانون الذي جرى إلغاؤه الأسبوع الماضي ينص على فرض ضريبة بنسبة 10% على الأرباح المحققة من كل طرح أولي والأرباح الناتجة من بيع الأسهم والحصص في عمليات الشراء أو المبادلة في صفقات استحواذ إذا تجاوزت 33%.
انخفضت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي على خلفية حركة بيع لجني الأرباح قام بها المستثمرون بعد الارتفاعات التي شهدتها البورصة خلال الفترة السابقة. أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة انخفاض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بها بقيمة 4 مليارات جنيه ليسجل 360.7 مليار جنيه. أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وجود خلل كبير في الأجور بمصر. من جانبه قال رئيس اللجنة المهندس أشرف بدر الدين إن الرقم المعتمد للأجور في الموازنة وهمي، حيث أنه أضعاف هذا الرقم بكثير، لا سيما في ظل وجود الصناديق الخاصة والهيئات الاقتصادية التي تبلغ موازنتها 18.3 مليار جنيه والطرق الأخرى التي يحصل الموظف من خلالها على دخله. بدأت اليوم في الأردن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا دافوس، والذي يعقد تحت شعار تهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادي. تشارك مصر في المنتدى بوفد وزاري يضم وزراء المالية والسياحة والقوى العاملة والهجرة والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار من أجل عرض التطورات الاقتصادية في فترة ما بعد الثورة. للمرة السابعة في تاريخه يستضيف الأردن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحت شعار رسم خريطة جديدة للمنطقة. مناقشات هذا العام لها طابع خاص، حيث تأتي بعد مرور ما يقرب من 3 أعوام على التغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية في بلدان مصر وتونس وليبيا واليمن، وفي ظل الصراع المحتدم في سوريا. نحن على يقين أنه لن يكون هناك تنمية أو إيجاد وظائف جديدة بدون تحقيق نمو اقتصادي خاصة في القطاع الخاص، لذلك أعتقد أن هذا سيكون أمرا مهما جدا. نحن أمام موقف صعب في العراق لسنوات عدة، كما نواجه مواقف مماثلة في سوريا اليوم، لذلك أعتقد أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة. يشارك في المنتدى 800 شخصية سياسية واقتصادية من 60 دولة حول العالم، بينهم 430 شخصية من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يشهد مشاركة أكثر من 550 رجل أعمال. يناقش المنتدى عدة قضايا أبرزها استجابة الحكومات الجديدة في المنطقة العربية لطموحات وتوقعات شعوبها وآليات الحفاظ على الازدهار الاقتصادي في ظل محدودية الموارد الاقتصادية وسرعة النمو السكاني. المشاركة المصرية في أعمال المنتدى لهذا العام متميزة، حيث تشارك القاهرة بوفد وزاري واسع يضم وزراء المالية والسياحة والقوى العاملة والهجرة والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، وذلك لعرض التطورات الاقتصادية في فترة ما بعد الثورة. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف من الأردن مراسلة النيل هناك دمى الكردي. دمى، بعد التحية، ما هي الفعاليات المنتظرة للمنتدى اليوم؟ تحياتي. هناك العديد من الجلسات التي تتحدث عن الواقع الاقتصادي والتحولات الاقتصادية والتحديات التي يواجهها العالم العربي وخصوصا في مصر وتونس بعد الثورة. كان هناك جلسة صباحية شارك فيها وزير الاستثمار المصري، وهناك جلسة أخرى من المتوقع أن يشارك فيها وزير التخطيط في ساعات ما بعد الظهر. سيكون هناك مشاركة واسعة للوفد المصري سواء كان من القطاع الحكومي ومن القطاع الخاص. أيضا هناك لقاءات سياسية كانت على هامش المؤتمر، حيث التقى العاهل الأردني السيد نبيل العربي وتباحثا في الشأن السوري وأبرز ما توصل إليه مؤتمر أصدقاء سوريا في الأردن. نعم دمى، ما هي أهم المحاور التي تناولتها كلمة العاهل الأردني؟ أهم المحاور، كان هناك محاور سياسية واقتصادية. تحدث عن العاهل الأردني عن إرساء أسس حكومة برلمانية جديدة في الأردن، وتحدث عن الإصلاح الاقتصادي، كما تحدث عن النمو الشامل وتوفير فرص عمل. لم تخلو أيضا الكلمة من الإشارة إلى القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا ومن ضرورة إيجاد حل سياسي عاجل في سوريا لوقف الانقسام فيها. أيضا أشار العاهل الأردني إلى أن عدد اللاجئين الآن السوريين في الأردن أصبح ما يوازي 10% من حجم السكان. نعم دمى الكردي مراسلة النيل في الأردن، شكرا جزيلا لك.
أكدت الحكومة العراقية أنها ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل وقف مبيعات إقليم كردستان من النفط الخام إلى تركيا. من جانبه قال نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني إن بغداد تدرس كافة الإجراءات لحماية الثروة النفطية، وتوعد باتخاذ إجراء قانوني ضد الشركات التي تصدر النفط من كردستان العراق. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية أن مخربين بمنطقة صروح بمحافظة مأرب وسط البلاد فجروا خط أنابيب النفط الرئيسي مما أدى إلى توقف التدفقات. أضافت الوزارة أن الخط الذي تم تفجيره يصل إلى البحر الأحمر وينقل نحو 125 ألف برميل يوميا. يشهد اليمن الذي يعتمد على صادرات النفط لدعم احتياطاته النقدية وتمويل ما يصل إلى 70% من الميزانية، يشهد تفجيرات متكررة لخط أنابيب النفط الرئيسي منذ اندلاع الثورة اليمنية. شددت ألمانيا على الأهمية الخاصة التي يمثلها تحرير التجارة مع الصين قبيل الزيارة المرتقبة التي يقوم بها رئيس الوزراء الصيني الجديد لي كي تشانغ لألمانيا اليوم. يأتي ذلك في ظل الخلاف الذي أثير بعد إعلان الاتحاد الأوروبي اعتزامه فرض غرامات جمركية على منتجات خاصة بتقنية الطاقة الشمسية الواردة من الصين. تقدر الإشارة إلى أن هذه هي أولى الجولات الخارجية لرئيس الوزراء الصيني منذ توليه مهام منصبه في مارس الماضي، وستكون ألمانيا هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي سيزورها خلال جولته التي شملت الهند وباكستان وسويسرا. في ألمانيا أكدت مؤشرات اقتصادية على تسجيل ثقة الشركات والمستهلكين لارتفاع كبير، مما يزيد الأمال بأن أكبر اقتصاد في أوروبا سيستعيد قوة الدفع في الأشهر القادمة، ويمكن أن يساعد هذا الارتفاع المفاجئ لمؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني منطقة اليورو التي تضم 17 دولة على الخروج من دائرة الركود التي تعاني منها منذ عام ونصف العام. في مؤشر على أن أكبر اقتصاد في أوروبا سوف يستعيد قوة الدفع في الأشهر القادمة، سجلت ثقة الشركات والمستهلكين في ألمانيا ارتفاعا غير مسبوق. الارتفاع المفاجئ لمؤشرات الثقة في الاقتصاد الألماني ستساعد منطقة اليورو والتي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي على الخروج من دائرة الركود التي تعاني منها منذ عام ونصف العام. معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية ومقره مدينة ميونخ أعلن أن مؤشره الذي يقيس المعنويات السائدة لدى المسؤولين التنفيذيين في البلاد انتعش بشكل حاد في مايو ليصل إلى 105.7 من عشر نقطة مقابل 104.4 من عشر نقطة في أبريل. المحللون من جانبهم توقعوا نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الحالي ب 7% من إجمالي الناتج المحلي بعد تفادي السقوط في فخ الركود خلال الربع الأول من العام الحالي الذي تضرر فيه من تداعيات موسم الشتاء البارد الطويل. النتائج القوية للمؤشرات الألمانية تؤكد تفوق أداء الاقتصاد الألماني، فالرسالة واضحة ومؤكدة وتقول إن اقتصاد ألمانيا يسير في طريق النمو. ورغم البداية الضعيفة للاقتصاد خلال العام الحالي، فإن البيانات الاقتصادية الصادرة على امتداد الشهر الحالي أشارت إلى أن ألمانيا أنهت الربع الأول من العام الحالي بأقدام ثابتة، حيث زاد الطلب على قطاع التصنيع كما زاد الناتج الصناعي وحركة التجارة خلال مارس الماضي. ورغم هذه المؤشرات فإن المخاطر التي تهدد الاقتصاد الألماني ما زالت كبيرة، وتشمل هذه المخاطر تباطؤ نمو الصادرات والتأثيرات المتوقعة مع اشتداد زيادة أزمة الديون في منطقة اليورو. قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي إن منطقة اليورو أصبحت أكثر استقرارا مما كانت عليه قبل عام، لكن الأوضاع الاقتصادية ما زالت صعبة، ويجب على الحكومات أن تمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات وإقامة اتحاد مصرفي أوروبي. أضاف دراغي أنه ينبغي للدول الأوروبية أن تعزز روابطها والخطط التي وضعتها في يونيو الماضي، وأن تضحي ببعض سيادتها الوطنية فيما يتعلق بالميزانية والسياسات الهيكلية. أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أونا اعتزام وزارة الدفاع الفرنسية الاستغناء عن 24 ألف موظف بحلول عام 2019، وأوضح الرئيس الفرنسي أن وزارة الدفاع ستبلغ في عام 2014 ما يقرب من 31 مليارا و
400 مليون يورو، وهو نفس المستوى الذي كانت عليه في عامي 2012-2013. ارتفعت طلبيات السلع الأمريكية المعمرة أكثر من المتوقع في إبريل الماضي، وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن طلبيات السلع المعمرة التي تشمل سلعا شتى زادت بنسبة 3.3% الشهر الماضي. يعد هذا الارتفاع علامة على متانة القطاع الصناعي رغم إجراءات التقشف التي تتخذها واشنطن وضعف الأسواق الخارجية. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 20 من الأفراد والكيانات لتورطهم في علاقات بشبكات تدعم برنامج طهران النووي. أعلن وكيل وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه الشخصيات والكيانات مسؤولة عن نقل إمدادات وتوفير خدمات أساسية لبرنامج إيران النووي، موضحا أن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة الضغط على النظام الإيراني. أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مجددا ثقته في قدرة مدير عام الصندوق كريستيان لاغارد على الاطلاع بواجباتها، يأتي بعد أن نجت لاغارد من الاتهام في قضية فساد بعد أن اعتبرتها المحكمة الفرنسية المختصة شاهد مساعد فيما يعرف بقضية تابي أديدس. في ختام هذه النشرة عليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أخبار. خلال مشاركته في قمة الاتحاد الإفريقي، الرئيس مورسي يدعو إلى تبني سياسات جديدة تحقق المصالح الإفريقية. انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بالأردن بمشاركة وزارية مصرية واسعة. تزايد الأمل في انتعاش الاقتصاد الألماني بعد بيانات تشير إلى ارتفاع ثقة الشركات المستهلكين. انتهت مشاهدينا هذه النشرة الاقتصادية المفصلة، أتتكم من شاشة أنين. شكرا لكم وإلى اللقاء.